في نساء كده بتحب الرجل الحاسس بنفسه، يعني إجازة نقدر نقول اللي ممكن يكون مغرور، بس مش مغرور عليها، يعني حاسس بنفسه قوي والكبرياء بتاعه عالي عالي، ممكن زيادة عن اللزوم، تقيل في نفسه كده، عميق ممكن زيادة عن اللزوم كده. في نساء زي ما احنا أخدنا أكتر رجال الأبراج عشقا للمرأة المغرورة قبل كده، النهاردة بناخد العكس كده، وهتلاقي في اختلاف شوية في الترتيب. أيضا في نساء بالترتيب مقارنة ببعضهم، كل ما الرجل يبقى فيه الصفة دي كل ما هي تتشد ليه أكتر وتبقى عايزة ان هي تدخل حياته أكتر، بس ما يكونش مغرور عليها. يعني هو بطبعه يكون دي فلسفته شوية في الحياة، حاسس بنفسه زيادة عن اللزوم بصراحة. وممكن النساء اللي تيجي معانا في القمة ما تعترفش بكده، بس أنا بقول لكم إن الصفة دي موجودة في شخصيتهم حتى لو هما مش عايزين يبينوا، وأكيد هما مش هيكونوا عايزين يبينوا، ما أنا عارف شخصيتكم أوي. تعالوا بينا نبتدي. اهلا بكم، سريعا برحب بكم وبقول للجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه، واللي ما اشتركش في القناه اشترك، قناه محمد ابو زيد، ونفس الصفحه على الفيسبوك، الروابط دي كلها متثبته في اول تعليق ووصف الفيديو، ويا ريت تتابعوني كمان على الانستجرام لاي استفسار او اي رساله، ودوسوا لايك عيلتي وناسي واهلي، بطلب منكم تدوسوا لايك في البدايه، خلي حلقتنا توصل لاكبر قدر من عيلتنا، وتوقعوا معايا كده انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. كل أنثى تتوقع برجها كده يجي في المركز الكام، وأنثى أذكى شوية تتوقع منها تكون صاحبة التصنيف والصدارة معانا في حلقة النهاردة. في المركز الـ12 هي أنثى برج الحوت المائي بدرجات الموضوع، وما دام هو بدرجات إذا مقارنة بكل نساء الأبراج، الأنثى دي ما بيستهوهاش العينة دي من الرجال أوي زي غيرها من النساء، لا هي عايزة واحد يكون حنين وعنده احتواء ويعني رقيق زيادة عن اللزوم معاها، ويكون ان هو لين زي ما احنا بنقول، وما يتعبهاش يعني ما يعذبهاش. خلاص الكلام كده موضح نفسه. هنعلى كمان مركز عشان نوصل لنفس الطبيعة المائية، أنثى برج السرطان أعلى منها بفارق كبير، ولكن مقارنة بنساء الأبراج هتيجي في المركز الـ11 نفس الكلام. أنثى برج السرطان حنينة أوي رخرة، وبتحب الاحتواء والهدوء والرقة والسلاسة في التعامل، فبتيجي معانا في المركز الـ11. مش الصفة دي هتلاقيها بتبحث أوي ولازمة أوي عندها في الرجل زي نساء القمة اللي هنتعرف عليهم في حلقة النهاردة. نقلنا كمان مركز ونوصل للمركز الـ10 ونلاقي العذراوية، مسالمة ومش عايزين مشاكل ومش عايزين وجع دماغ، وبلاش تبقى صلب زيادة عن اللزوم والموضوع ما بيستهوهاش أكتر. هي ممكن أنثى برج العذراء تكون تحب الرجل الغامض شوية اللي مش كتاب مفتوح قوي، ولكن اللي هو حاسس بنفسه قوي لا ده ممكن تسيبه وترحل ويبقى كده هو خسرها للأبد. أعلى منها كمان مركز اللي في المركز الـ9 أنثى برج الدلو، مسالمة وهادية ونفس الفلسفة تقريبا، وبتحب السلاسة في التعامل والهدوء والرقة، والرجل لو مغرور زيادة عن اللزوم مش عليها حتى، ولكن حست منه بكده او ان هو تقيل حتى زيادة عن اللزوم قوي بشكل اوفر، او حاسس بنفسه بشكل زيادة عن اللزوم، ممكن تكبر دماغها، ما بتحبش وجع الدماغ ابدا، وتقول له طريق السلامة وكل واحد مننا من طريق. نعلى كمان مركز. اما في المركز الـ8 فهنلاقي انثى برج الطور الترابي، دخلنا في منطقة وسطى، والدلوية يعتبر في منطقة وسطى بين البنين، يعني ايه اللي هو الطبيعي زي ما احنا بنقول الرينج الطبيعي، مش قوي، لو قوي مش هيعجبها، ولو مش قوي برضه مش هيعجبها، يعني كل ما يبقى معتدل ومتزن في الموضوع ده يبقى افضل بالنسبة ليها. ولكن رحنا ولا جينا احنا لسه ما دخلناش يعتبر في موضوع حلقتنا، لاننا لسه في منطقة وسطى. خلاص كده انثى برج الثور في المركز الـ8. نعلى كمان مركز عشان نوصل لانثى برج الميزان الهوائي، وبدأنا ندخل في الجد شوية فوق المتوسط، تميل للقمة شوية، يعني ايه شوية كده، مش قوي مش اوفر، بس مطلوبة ان هي تكون فيه،
يشد الأنثى دي ويبقى عندها فضول كده إن هي تقرب منه وتمتلكه وتعرف مفاتيحه وخباياه الميزانية. يعني شقية على فكرة، أنثى شقية ما يغركش، هي ممكن تكون هادية لأنها ناعمة وبتعرف توصل لك بأسلوبها إنها ناعمة، ولكن هي أنثى شقية من جواها، مش هادية يعني، شقية. أو فخلي بالك من النقطة دي. هنعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز السادس وندخل في النار. وما أدراكم ما النار؟ أول أنثى نارية معانا، ولما نتكلم عن موضوع زي بتاع النهاردة لازم الطبيعة النارية بقى تقول كلمتها. ما في مواضيع كده في طبيعة معينة بتفرض نفسها. أنثى برج القوس اللي بتيجي معانا في المركز السادس تعتبر من نساء القمة، وكل ما الرجل يكون في الصفة دي صدقوني كل ما يشدها. ولكن هي برضه مش زي اللي في المركز الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا حتى الرابع، هي جت في المركز الساتت كده. والمركز الساتت يعتبر برضو مركز متقدم، نعلى ونخش في الجد أكتر وأكتر عشان نلاقي أنثى برج الجوزاء. هي من الناس اللي حاسة بنفسها ومتهمة بشكل كبير كمان بالغرور، والرجل اللي بالنوعية دي بيصيبها بنوع كبير من الفضول اللي هي بتحبه. أنثى برج الجوزاء بتشغل دماغها وبتشتغل بذكائها، وبتحب كده، بتحب العلاقة اللي فيها أو بتحب الرجل اللي فيه، يعني سراديب وتنزل وتطلع وتدخل وتكتشف كل يوم حاجة ويقرب منها ويتقل شوية وبعد كده يبعد، بيعمل لها نوع من الفضول والإثارة، وممكن تشوفه مميز. أعلى منها النار، والنار وأشد وأشد في المركز الرابع الحملوية. وما أدراكم بأنثى برج الحمل في موضوع حلقة زي حلقة النهاردة. لا احنا دخلنا في القمة بقى، لا احنا دخلنا في الإناث اللي الشرط أصبح لازم توافره في الرجل. كل ما الرجل يكون كده يشد الأنثى القوية دي، أنثى عتية زي ما احنا بنقول كده باللغة اللي بتاعتنا، يعني من أعتى وأقوى وأشد نساء الأبراج أنثى برج الحمل دي على فكرة. وبتيجي معانا النهاردة في المركز الرابع أعلى منها وأشد منها نهما وتمسكا بالموضوع ده، وإن كان ما تحبش أبدا حد يقول عنها كده، وأي عقروبة هتسمعني هتقول لا مش فيا، بس صدقيني عينك في عيني كده الكلام ده فيكي، أنا عارف أنا بقول إيه. في المركز الثالث أنثى برج العقرب المائي. كل ما يكون تنك في نفسه كده زي ما احنا بنقول، حاسس بنفسه قوي، غامض زيادة عن اللزوم، تقيل زيادة. فهي العقربة كده تستمتع بكده، وتستمتع لما توقعه، لما تجيبه يعني على ملا وشه زي ما احنا بنقول، لما تنصب الشباك حواليه وتقدر ان هي تتمكن منه، بيبقى لذة كبيرة عند أنثى العقرب عامة. والرجل ده بيمثل لها تحدي أكتر من غيرها. أعلى منها في المركز الثاني أشرس نساء الأبراج زعيمة العصابة البرنسس، الأنثى متعددة الأسماء والألقاب، أنثى برج الأسد الناري. طبعا أنثى برج الأسد الناري من نفس العجينة ومن نفس العينة، بتحب برضو رجل من النوعية دي وتعشق هي. يعني احنا كنا عملنا حلقة أكثر النساء مناطحة للرجال، اتفرجوا عليها كده، شوفوا أنثى الأسد كانت في المركز الكام. لما تربط بين الحلقتين دول من غير ما احنا نتكلم تعرف ليه أنثى برج الأسد بتيجي معانا في حلقة النهاردة في المركز التالي. بس ما تحبوش يكون مغرور عليها ويأفور ويطول ويزود زيادة عن اللزوم، بس لما يكون شايف نفسه شوية زيادة عن اللزوم ويكون يعني تقيل زيادة عن اللزوم في البداية بالذات، كمان احنا بنتكلم في البدايات، ممكن ان هو يلفت نظر الانثى دي لانها اصلا من الاناث اللي صعب لفت نظرها. خلي بالكم يعني خلينا نقول انثى برج الاسد ممكن تتعاطف مع الرجل اللي هو زي ما احنا بنقول ايه، طيب قوي، متواضع زيادة عن اللزوم. انثى برج الاسد جدع، ممكن تتعاطف معه ولكن لا تعجب بيه صراحة يعني. أما متصدرة الترتيب من نساء الأبراج اللي بتيجي في المركز الأول أنثى برج الجدي، المرأة الحديدية. طبعا المرأة الحديدية اسمها طبعا ممكن نستشف من خلاله ليه هي جت معانا في المركز الأول في حلقة النهاردة.
حتى المرأة الحديدية تفوقت على زعيمة العصابة والعقربة والحملوية في حلقة النهاردة، وانتزعت منهم صدارة المركز الأول بعد صراع شديد بين النساء دي كلها، لأن المرأة الحديدية أو أنثى برج الجدي الترابي هي أكثر الإناث اللي ممكن يلفت نظرها الرجل اللي من النوعية دي، وإن كانت أيضا من النساء التي لا تعترف أبدا بتلك الصفة، بس برضه نبص لها في عينيها ونقول لها داخليا بيحركك، داخليا بيلفت انتباهك، مش شرط ان هي تحبه قوي بس هيلفت انتباهها، ولا سيما في البدايات ولا سيما اكتر من غيره، يعني هيكون نوع من انواع الاثارة والتحدي للانثى العنيدة القوية دي، انثى برج الجدي التراب. اكتبوا لي اراكم، بارك كل تعليقاتكم، واللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك، وهتوحشوني.